يعني بالتأكيد كان هناك تأكيد في أول خطاب متلفز من الملك الجديد تشارلز الثالث، عندما أكد بالفعل على أنه سوف يكون في خدمة شعب المملكة المتحدة وأيضا في دستورها عبر الولاء والمحبة والاحترام. كان واضحا أيضا في العبارات التعزية التي استخدمها الملك الجديد بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، هو أشاد بمناقبها حيث كان كما قال إنه الملكة كانت مثالا للحب والحنان والتفاهم والإرشاد والقدوة. أيضا تحدث في هذه الكلمة على اعتزازه هو شخصيا، ووصف الملكة إليزابيث بالوالدة الحبيبة واعتبرها مصدر إلهام ومثال يحتذى لجميع أفراد العائلة المالكة. أيضا ما لفت نظري في هذه الكلمة أنه خصص جزءا من خطابه للحديث عن ولديه ويليام وهاري، وبعدها قام بالإعلان عن تنصيب أو تعيين رسمي لابنه ويليام كوليا للعهد. تحدث أيضا بشكل واضح وصريح عن زوجته الملكة العقيلة كاميلا، وهو اللقب الذي منحته لها الملكة إليزابيث الثانية في شهر فبراير الماضي قبل وفاتها بشهور. أكد الملك الجديد أنه كاميلا سوف تؤدي دورها الجديد بتفاني وإخلاص. طيب، على مدى 7 عقود ارتبط الحكم في بريطانيا باسم الملكة إليزابيث، وربما البريطانيون يعني لم يعاصر حكم سوى حكم الملكة إليزابيث الثانية. هل نرتقب من الملك تشارلز الثالث الاستمرار بالنهج نفسه؟ لأنه يعني بالماضي كان يعبر عن أرائه، وكما نعرف أن الملكة إليزابيث لم تفصح يوما عن أرائها، لم تتدخل بالسياسة. يعني هل نتوقع من الملك تشارلز الاستمرار بهذا النهج أم أنه سنشهد على تغيير؟ يعني أنا من وجهة نظري أنه الملك الجديد على الأقل في العام الأول من حكمه وتوليه العرش في بريطانيا سوف يحاول أن يسير على النهج الذي وضعته الملكة إليزابيث الثانية فيما يتعلق بإدارة الحكم، وأيضا في التعامل مع الكثير من القضايا الداخلية في بريطانيا سواء السياسية أو الاقتصادية، وأيضا فيما يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بسياسات بريطانيا في الخارج. بالطبع نحن نعلم إنه الملك الجديد عندما كان وليا للعهد كانت له آراء في بعض القضايا السياسية بشكل علني، ونحن نعلم أيضا إنه من غير المعتاد ويمكن ربما من المحظور على الملك أو الملكة أو أعضاء العائلة المالكة الحديث عن مواقفهم أو آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالقضايا السياسية بشكل علني وواضح. ولكن سيدة عزة، يعني لا يوجد دستور مكتوب يمنعه من ذلك، يعني إن أراد الملك تشارلز الثالث أن يتحدث بذلك يعني ليس ممنوع دستوريا. نعم يعني، ولكن الدستور صحيح، ولكن الدستور في بريطانيا هو مجموعة من الأعراف الدستورية غير المكتوبة، ولكنها تعتبر دستورا مكتوبا على مدى قرون طويلة تلتزم بها النظم الملكية وحكام بريطانيا بشكل كبير. يعني أعطي لك مثالا، عندما تحدث الملك تشارلز عندما كان وليا للعهد وانتقد بشدة خطة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، والتي تقضي فيما يتعلق بالهجرة، والتي تقضي ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قال إنها خطة غير إنسانية ولا تتفق مع القيم البريطانية. قامت الدنيا ولم تقعد داخل البرلمان البريطاني، انتقد عدد كبير من نواب حزب المحافظين هذه التصريحات العلنية للملك أو لوقتها يعني ولي العهد تشارلز، وقال عدد منهم عليك أن تتعلم من والدتك الملكة إليزابيث الثانية كيف كانت تحتفظ بآرائها ولا تعلنها في العلن. هو قال قبل أن يتولى الحكم بشكل رسمي في بعض التصريحات
عند برنامج وثائقي عدته هيئة الإذاعة البريطانية، قال إنه تعلم الكثير من هذه المواقف، وأنه عندما يصبح ملكا بالتأكيد لن تكون له يعني إعادة الكرة مرة أخرى ويتحدث بهذا الشكل العلني، لأنه عندما يكون ملكا سوف تكون له مسيرة أخرى ومسارا آخر يسير عليه فيما يتعلق بالعديد من المواقف السياسية. سيدة عزة، يعني كان هناك كتاب صدر في عام 2008 عن سيرة تشارلز الذاتية، جاء فيه أن هناك تحركات سرية على قدم وساق من أجل تحديد الدور المستقبلي للملك، بحيث يسمح لتشارلز بالتحدث علنا بشأن المسائل السياسية وغيرها. ما رأيك في هذا؟ يعني أنا أعتقد أنها وجهات نظر يعني مشروعة وضعت في كتاب من قبل المقربين والمستشارين للملك الجديد، وأيضا من هم يعكفون على كتابة السيرة الذاتية لأفراد العائلة المالكة. نحن نعلم أيضا أنه الملك تشارلز له رؤية مختلفة فيما يتعلق حتى بالنظام الملكي الحالي في بريطانيا، ليس فقط بالمواقف السياسية أو القضايا السياسية التي يعلن عنها بشكل واضح أمام وسائل الإعلام. هو يريد أيضا على سبيل المثال أن يحدث النظام الملكي الذي يحاول التكيف مع المجتمع الحالي سريع التغير. هو مجتمع يقوم على المساواة، على الحفاظ على التقاليد العاطفة التي تتمتع بها المؤسسة، ولكنها أيضا يريد أن يعطي لها العصرية حتى تبدو شابة ولم تشيخ. هل المجتمع البريطاني منفتح لهذا التغيير، يتقبل تغيير جديد على ما اعتاد عليه طوال 7 عقود؟ أعتقد من وجهة نظري نعم، لأنه كما نعلم الحياة العصرية وأيضا الأجيال الشابة الجديدة تريد أن ترى وجها مختلفا يتناسب مع هذه السرعة في الإيقاع والتغير للمجتمع والعالم من حولنا. ويعني لا أخفي عليك أن هناك الكثير من الانتقادات التي أيضا طالت العائلة الحاكمة وبعض أفرادها وأيضا منظومة النظام الملكي في بريطانيا. هناك من يرى أنها لابد أن تتغير وتواكب الشكل العصري، وأيضا أنه الأزمات وبعض الفضائح التي شابت يعني بعض التصرفات في أفراد العائلة الحاكمة وجهت لها الكثير من الانتقادات، وبالتالي يأتي الوقت الآن لإطفاء شيء من التغيير وأيضا يعني تتناسب مع بعض الدعوات التي يعني نراها من كثير من بعض التيارات وإن كانت ضعيفة داخل المجتمع البريطاني، خاصة يعني في مجتمع الشباب الذي يرى أنه على بريطانيا أن تتحول الآن إلى النظام الجمهوري، أن يكون للشعب البريطاني الرأي الحر وفقا للتصويت إذا كان يريد استمرار النظام الملكي أو النظام الجمهوري. طبعا هي دعوات ضعيفة، الشعب البريطاني متمسك بهذه المنظومة وهذه المؤسسة، هو يرى فيها استقرار واستمرارية لشكل المملكة المتحدة في مجتمع متغير ومختلف تماما عن بقية الأنظمة الملكية حول العالم، ولكنه لابد أن يواكب العصر، يواكب التغيير، وأن تكون لها صورة جديدة مختلفة عما كانت عليه في القرون السابقة أو العقود السابقة.